بلادي يا هنا عمري ونور النور في صدري، أحبك وأحيا في ظلك وأنادي واجتهاداتي ومجرى الدم بعروقي، يا انتي اعظم احبابي فداك الروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام وحبايبنا، صبحكم الله بالخير والنور والسرور والصحة والعافية. حلقة جديدة جميلة أكيد من صباح رباح راح نكون فيها معاكم مع موضوعات فعاليات مختلفة، ومثل ما تعودنا البداية راح تكون مع أبرز العناوين: إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم، طرق تنمية مهارات الأطفال، من ضمن فقرات اليوم متابعينا الكرام راح تتابعون ايضا التالي: النحل العضوي في كوبا يعزز تجارة العسل المزدهرة، بصمة وراثية للدببة في رومانيا، من عناوين الحلقة خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم وهو: ما هي أفضل نصيحة تلقيتها؟ أكيد راح نكون مع مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنسون أيضا تتواصلون معنا لأي اقتراح عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقناة الريان من خلال إيميل البرنامج أو حتى هاشتاج برنامج الصباح رباح. أما الحين خلونا مع جولتنا لليوم والنشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.
راح نكمل مشاهدينا مع حالة الطقس، وللمزيد عن حالة الطقس انضم لنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي صقر السويدي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا صقر. صباح النور، مرحبتين. نتمنى لك يوم سعيد. وصقر حابين نتعرف معاك عن حالة الطقس اللي انتم متوقعينها لليوم وأيضا نهاية الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يوجد تحذير برياح قوية مع رؤية أفقية متدنية على الساحل وداخل البحر. الأجواء بشكل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع حارة نهارا وغبار مسار إلى مغبر أحيانا، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية قوية السرعة وهبات تصل 40 عقدة أحيانا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتتراوح العظمى ما بين 29 و39 والصغرى ما بين 24 و29 درجة مئوية على مختلف المناطق. ننتقل إلى حالة البحر، حيث من المتوقع أن تستمر التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 7 إلى 10 قدم، يصل 16 قدم أحيانا. كما نود أن نذكر بضرورة تجنب الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير ومتابعة آخر تحديثات الطقس عبر الحسابات الرسمية. هذا والعلم عند الله. شكرا للمتنبئ الجوي صقر السويدي من إدارة الأرصاد الجوية. مشاهدينا والحين جولتنا المعتادة بين صفحات جرائدنا الصادرة لهذا اليوم أكيد مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الراية. إسرائيل تقتل صوت الجزيرة في فلسطين. قطر تدير اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة وتدعو لوقف انتهاكات الاحتلال. مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس الزيادة في أسعار السلع والخدمات وضوابطها. وزارة البلدية بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر انتهت من إنجاز مشروع التعداد الزراعي لعام 2021 الذي يعد واحداً من أهم المشاريع الإحصائية. الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية كشف عن خطة لتوسيع برنامج زراعة الأعضاء لمرضى الكلى من فصائل دم مختلفة، وذلك للحالات التي تخضع للغسيل الكلوي منذ سنوات دون أن يتوفر لها متبرع من الفصيلة نفسها، مما سيسهم في تقليل قوائم الانتظار. ننتقل إلى صحيفة الشرق. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حددت 114 تخصصاً أكاديمياً متاحاً للقطريين لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ضمن برنامج الابتعاث الحكومي للعام 2022-2023، وستستقبل طلبات الابتعاث بدءاً من 20 من مايو الجاري. مؤسسة حمد الطبية تحتفي بكوادر التمريض في اليوم العالمي للتمريض، وبهذه المناسبة أكدت مريم المطوع رئيس إدارة التمريض بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية أن الاستثمار في مهنة التمريض يعزز الأنظمة الصحية. مؤسسة قطر تطلق برنامج الخريجين لتوطيد الصلة بين خريجيها حول العالم. مركز جامعة قطر للعلماء الشباب يعزز المعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال ورش تدريبية لطلبة الإعدادية والثانوية. إلى صحيفة العرب. سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب كرم الفرق الفائزة ببطولة المدارس 14 للروبوت. شراكة بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وقطر للطاقة الشمسية في الاستدامة لزيادة التعاون الداعم لتطور التعليم ودعم الطاقة المتجددة. كلية ويل كورنيل للطب تحتفل بتخريج 41 طبيباً وطبيبة بحضور الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر الثاني وزير البيئة والتغير المناخي. مطار حمد الدولي يطلق مسابقة تصميم الزي الرسمي للموظفين. إلى صحيفة الوطن. مؤسسة حمد الطبية فعاليات للتوعية
بمرض الذئبة الحممية الجهازية في اليوم والشهر العالمي لهذا المرض. كلية الشريعة بجامعة قطر تمنح أول دكتوراه في الفقه وأصوله بعنوان السياسة الشرعية في إصلاح نظام الحكم والآثار المعاصرة. تاكسي كروا يتحول للسيارات الكهربائية، وهذا التحول سيوفر ما يقارب 12,000 كيلوغرام من انبعاثات الكربون. دور حيوي للهيئة العامة للجمارك في إنجاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، فقد قدمت كل التسهيلات الجمركية للتجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. متاحف قطر تنظم جولات في كواليس المتاحف والمعارض لإعضاء بطاقتك إلى الثقافة. الملتقى القطري للمؤلفين يسلط الضوء على كتاب المتاحف والمكتبات الخاصة. قطر الخيرية تشكر داعمي ورعاة حملتها الرمضانية رمضان الأمل. وزارة البلدية تفوز بالمركز الأول بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي. شكرا زميلة فوزية عامر. مشاهدينا، كانت هذه بعض من أخبارنا المحلية لليوم، والحين رح ناخذكم إلى أخبار من حول العالم. وفي الوديان المليئة بالأزهار في مقاطعة ماتنزاس الكوبية، يمكن لأسراب النحل أن تستخرج الرحيق دون تهديد المبيدات الحشرية اللي تقضي على هذه الأنواع من الحشرات في بقية أنحاء العالم، ودفع تقليص أو تقلص أعداد النحل في أنحاء العالم بالعلماء ومناصري حماية البيئة إلى دق ناقوس الخطر بشأن تأثيرات الزراعة المكثفة والآفات الزراعية والمبيدات الحشرية. وفي الريف الكوبي لا يتعرض النحل لأي خطر طبيعي كبير أو تهديد بشري، ويتمتع بدرجات حرارة مناسبة مع رطوبة كافية على مدار العام لضمان وجود الأزهار بشكل دائم. مشاهدينا، من كوبا إلى رومانيا، وإحصاء واسع للدببة في رومانيا يخشى أن يتم اصطيادها من قبل الصيادين. خلونا نتعرف على المزيد من خلال التقرير التالي، نتابع. تطلق رومانيا إحصاء غير مسبوق للدببة في جبال الكربات، يقضي بإنشاء بصمة وراثية لكل من هذه الحيوانات. وقال وزير البيئة بارنا تانكسوس لوكالة فرانس بريس إن 400 خبير ومتطوع سيعملون ميدانيا في الأشهر المقبلة لأخذ عينات من البراز والوبر بغية إجراء تحاليل للحمض النووي. وأوضح أن الهدف من المشروع يتمثل في وضع تقديرات لعدد الدببة. وتشير تقديرات تعود إلى التسعينات إلى أن غابات رومانيا هي موطن لنحو 6,000 دب بني، وهو أكبر عدد من هذه الحيوانات في أوروبا باستثناء روسيا. وفي وقت تعتبر السلطات أن هذا الرقم يقل عن العدد الفعلي، تكثر حالات دخول هذه الحيوانات إلى القرى بحثا عن الطعام. واشتد الغضب جراء تكاثر اعتداءات الدببة، إذ أحصي نحو 100 في السنوات الثلاث الأخيرة. ولا ينكر النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان منافع هذا المشروع الذي يقضي أيضا بإنشاء أول ملاذ عام للدببة، لكنهم يخشون أن يمهد الطريق لمعاودة الصيد إذا اتضح أن ثمة الكثير من الدببة. مشاهدينا، خلنا نروح إلى خبر آخر من أخبار حول العالم. حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت، انتابع. في منتجع عين جدي على البحر الميت، انتشرت بالقرب من الشاطئ ذي الطبقة الملحية الصلبة حفر امتصاصية يمنع الاقتراب منها، وذلك بعدما تقلصت مياه البحر بنحو الثلث في العقود الستة الماضية. ويعد البحر الميت الذي يقع في أدنى نقطة على سطح الأرض الأكثر ملوحة في العالم، وتتداخل مساحة شاسعة منه تنحسر مياهه الزرقاء بقدر متر كل عام، تاركة وراءها أرضا مبيضة بكثبان الملح. وقد فقد منذ عام 1960 ثلث سطحه. And you might be lucky to have a channel of water left.
that people will be able to put their toes in, but you'll have lots of sinkholes. في تموز يونيو تخلى الأردن وهو من أكثر الدول التي تعاني من أزمة مياه عن فكرة إقامة قناة السلام، وهو مشروع إنشاء قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وفضل إنشاء محطة لتحلية المياه لزيادة إمداداتها من مياه الشرب. وكان من المقرر تنفيذ مشروع قناة السلام مع إسرائيل والفلسطينيين، ولكنه توقف لسنوات لعدم التأكد من آثاره البيئية والاقتصادية. Scientists say that you cannot stop it for the next 100 years. It will continue no matter what we do. وستستمر الحفر الامتصاصية في الانتشار على مدار القرن. مع ذلك يمكن أن تصل البحيرة إلى حالة توازن، لأنه مع انخفاض سطحها يصبح الماء أكثر ملوحة، ما يبطئ التبخر. دائما الطبيعة جميلة. مشاهدينا، من هذا التقرير الجميل فقرات مواضيع صباح رباح مستمرة معاكم، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. يتناول الألمان أكثر من 300 نوع مختلف من الخبز، وفي عام 1955 أسسوا أول متحف للخبز في العالم، ويحتوي الآن على أكثر من 14 ألف قطعة. حياكم الله مشاهدينا من جديد. وفي إطار حرص الدولة على دعم طلبة الإعاقة السمعية، يسعى عدد من المراكز والمؤسسات إلى توفير مختلف الخدمات لهم في المدارس الحكومية ومدارس الدمج والمدارس المتخصصة أيضا، وتعد مبادرة مجمع التربية السمعية أحداها. خلونا نتابع هذا التقرير اللي يتضمن في هذا السياق ونرجع لكم. جهود قيمة يسعى مجمع التربية السمعية لتقديمها لفئة الصم وضعاف السمع الذين يستخدمون لغة الإشارة وسيلة من وسائل التواصل، من خلال توفير الدعم اللازم في مجال اللغة والدعم النفسي والاجتماعي. وتزامنا مع احتفالية أسبوع الأصم العربي التي أقيمت مؤخرا، أطلق مجمع التربية السمعية باقة من الفعاليات التثقيفية والترفيهية استهلها بورشة الشاب المتطوع بالتعاون مع مركز عيد الثقافية. الفعاليات اليوم هي انطلاق لفعاليات أسبوع الأصم العربي 47 تحت شعار إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم بكافة مراحله. وتتضمن الفعاليات محاضرات، ورش عمل بلغة الإشارة، برامج قرص القيم، حلقات نقاشية وحوارية، وزيارات ميدانية لعدد من المراكز التي تعني بالصم والمدارس المتخصصة في هذا الشأن، ومسابقات ثقافية وأخرى حول الفنون البصرية. الحمد لله نحن في هذه المحاضرات نمر على الجامعات، على المدارس، وحتى هذه المدرسة السمعية لا تفرق معنا في الأداء، لأن المجتمع متكامل، ونحس أنه في تجاوب، في الحمد لله أثر طيب من هذه المحاضرات لعدم الإسراف في نعم الله عز وجل، لإعطاء الخيرات، التطوع في العمل الخيري، الابتسامة، إماطة الأذى عن الطريق، عدم السرعة في السيارة، يعني الأمور متكاملة بفضل الله عز وجل. الجدير بالذكر أن الأسبوع العربي للأصم يحتفل به بنهاية شهر أبريل سنوياً بهدف التركيز على قضايا الصم والتوعية بحقوقهم وقدراتهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم ودعم أقراننا الصم لتمكينهم في المجتمع ولإظهار مواهبهم وإمكانياتهم للعالم.
ويعد مجمع التربية السمعية مدرسة تخصصية تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، ويتضمن 3 مراحل تعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية. مشاهدينا، راح نبقى في نفس السياق ونفس موضوع هذا التقرير الجميل، حيث احتفل مجمع التربية السمعية مؤخرا بالأسبوع العربي للأصم في دورته 47 لعام 2022، واللي حمل شعار إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم بكافة مراحله. خلونا نتعرف على المزيد عن هذه الاحتفالية الجميلة وهذه الفئة الجميلة، بالإضافة إلى جهود المجمع في دعم وتمكين فئة الصم. يسرنا أن نستضيف الأستاذة خديجة قدور، منسقة اللغة العربية في مجمع التربية السمعية. صباح الخير أستاذة خديجة. صباح النور، صباح الأنوار، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الله، احنا سعيدين بوجودك معنا، وسعيدين أن احنا راح نتكلم عن هذه الفئة. وأنا أسعد إن شاء الله، تشرفت بوجودي معكم إن شاء الله. أستاذة خديجة، يعني الفئة هذه شوي يعني معانا في المجتمع، وإحنا الأمانة يفترض أن احنا نحبهم، المفترض أن احنا حتى نقدر نتواصل معهم. نبي نعرف آخر أخبارهم، نبي نعرف عن هذه الاحتفالية، كلمينا عنها. أولاً تعريف بأسبوع الأصم، هو أسبوع الأصم هو الأسبوع الأخير من شهر يناير في كل عام. في كل عام يكون الأسبوع الأخير من شهر يناير هو الأسبوع الأصم، وهذا العام يصادف الأسبوع 47، تحت يحمل شعار إدراج لغة الإشارة في مناهج التعليم المختلفة. هذا الشعار نحن انطلقنا منه حتى رتبنا الاحتفالية بشكل عام، نأخذ الشعار ونصمم الاحتفاليات بناء على هذا الشعار. صممنا احتفاليات أو مشاركات أو فعاليات، برنامج متكامل من مشاركات خارجية، من مسابقات، من مسابقة تهجئة للمدارس الأخرى، من زوار قدموا إلينا من وزارة الداخلية، من موظفين صم مارسوا الحياة العملية، عرضوا تجاربهم الشخصية أمام طالباتنا. ما شاء الله، يعني عندنا كثير أطراف. كثير أطراف وكثير ناس تعاونوا على هذه الفعالية. على هذه الفعالية، كانت الفعالية جميلة جدا، استمتعت الطالبات فيها وطالبات المدارس التعليم العام عندما زودناهم بمادة تعليمية بلغة الإشارة حتى يحفظوا هذه المادة ويعودوا إلينا لنجري مسابقات بين المدارس العادية. كان التفاعل عجيب، حفظهم للأشياء لكلمات الإشارة كان عجيب، ذهلنا نحن لجنة التحكيم، ذهلنا من مدى الإتقان، حتى شددنا في سلم التقييم بشكل كبير حتى نستطيع إخراج المركز الأول والثاني والثالث والرابع. يعني أكثر ما أنت توقعته؟ أكثر ما توقعت. يعني عيالنا متعطشين أنهم يتعلمون هذه اللغة؟ عيالنا فاجأت ومتقنين، كانت الفترة بسيطة لكن أتقنوها. كم كانت الفترة؟ يعني كانت الفترة لحتى حصلنا على الموافقة باستخدام مدارس من خارج مدرستنا، هي نشاط خارجي يعتبر، تأخر شوي حتى بدأنا نرسل المادة ونستقبل أسماء المشاركين، لكن الفترة كانت يعني توقعنا ما يكون هالعدد من المشاركين ولا يكون هالإتقان هذا بكافة إتقان بشكل لا محدود. ما شاء الله. حتى كنا نرى الطفلات الصغيرات، كان في من الصف الأول والثاني، ما شاء الله، أتقنوا أشياء جميلة جدا بلغة الإشارة. بلغة الإشارة هم أطفال يسمعون، طبيعيين. أطفال طبيعيين سمعوا، لكن عندما قدموا لينا نسألهم حرف الألف مثلا، اعمل لي بحرف الألف، حرف الباء باء، يسحبوا البطاقة ويقدموا لنا، نسألهم حسب البطاقات الكلمات، مثلا كلمة أسرة، كلمة كلمات أساسية في الأرقام، عنا الرقم مثلا، عنا يعني أستاذة خديجة أنت تتكلمي عن اللغة، يعني هم درسوا اللغة كاملة تقريبا أو الأساسيات اللي فيها. نحن زودناهم مثلا بالحروف الهجائية بالهجاء الإصبعي، زودناهم أيضا بالأرقام الأساسية من 1 لـ20، ألفاظ العقود اللي هي 20، 30، 40، 100، 1000، 1000000، الأشياء الأساسية، زودناهم بمجموعة كلمات، أسماء الأيام الأسبوع، أسماء مفردات في الأسرة، لغة بداية اللغة، لغة يعني هاي هم على الدرجة الأولى، لكن فاجأنا بالطريقة اللي أتقنوها. أيضا استقبلنا مثلا موظفات وصم في مجالات أخرى، موظفة وزارة المالية عرضت تجربتها وكيف نجحت هي، هذا يعطي تفاؤل لطالباتنا أنهم ينخرطوا في مجال العمل، أنه الأمل
ليس محدود أمامهم، يمكنهم أن يدخلوا في مجال العمل بشكل جيد. استقبلنا مدارس مثلاً دروس مشاهدة من مدارس خارجية بعرض دروس مشاهدة ليتعرف المجتمع كيف ندرس بلغة الإشارة، مناهج دولة قطر بلغة الإشارة. كانت فعالية جميلة، فيديوهات توعوية للمجتمع متنوعة بشكل كبير. طيب أستاذة خديجة، ما شاء الله يعني قاعدة تتكلمين وأنت محبة للي سويتي ومستانسة وفخورة باللي سويتي، شو اللي خلاك تدخلين هذا المجال، يعني مجال الصم؟ في البداية دخلت أنا بطريق الصدفة، كنت أعمل في مدرسة مستقلة وطلبت مني المديرة أن أذهب معها منسقة للتربية السمعية. كنت خائفة في البداية، قلت لها أنا لا أعرف شيء عنهم، فعلا كنت لا أعرف شيئا نهائيا، لا لغة الإشارة ولا كيف يتعلمون ولا أي شيء نهائيا. قالت لي نحن نسهل لك، نحن نطورك في لغة الإشارة، أنت في اللغة العربية ممتازة، نطورك في لغة الإشارة. صليت استخارة وقبلت، وسبحان الله كان مجال جميل جدا، فتح لك مجال آخر. فتح لي أي مجال آخر غير اللي كنت أعمل فيه كل عمري. صح وظفت اللغة العربية، لكن أنا استفدت بالإضافة لفدت، استفدت لغة كاملة، لغة عالمية تعتبر. صحيح. أتمنى كل الناس يهتموا في لغة الإشارة، لأنه فعلا لغة عالمية. أنا أصادف، كنت في تركيا من السنة العام الماضي، وكان يجلس بجانبي في المترو امرأتان اثنان يتكلمان بلغة الإشارة، فهمت حديثهم مع أنه لغة الإشارة التركية غير لغة الإشارة العربية، لكن تستطيعي فهم المضمون بشكل كامل. صحيح. هي لغة عالمية وليست لغة عربية. صحيح. هاللغة حلوة، أنا سعيدة وأنا سمعت، بس يعني أجمل شعور وأنتي تروحي مثل الموقف اللي يعني صادق، إحنا يعني لأننا نتكلم ونسمع فما نشوفهم، ما يعني ما نتوقع أن هذه لغة، إحنا نتوقع أن إشارة مثلاً سلام أو أي شيء، بس أنتي تفهمين أن هذيلا عندهم حالة خاصة، عندهم لغة خاصة فيهم. عندهم حالة خاصة، وأنا خفت من التركيز مطولاً على النساء اللواتي يتكلم، لذلك كففت النظر قليلا لا أسبب في نفسي الأحراج، بس حلو فهمت الموضوع بالكامل. أنت تذهبين إلى أي مكان، لو تتقني لغة الإشارة أستطيع أن أكلمك من أي مكان بالإشارة وتفهمين علي بدون صوت، بدون لا أحد يشعر. طيب تحبين أقول لك أستاذة ولا أبلة؟ طيب أستاذة خديجة وأبلة خديجة، الموضوع مو بسيط، الجهود اللي حطيتوها في هذه الفعالية كبيرة وأكيد ضخمة، الأطراف اللي متعاونة مثل ما ذكرتيهم كثار، كيف قدرتوا تجمعونهم؟ وأبي أعرف السبب الرئيسي اللي خلاكم تبذلون هذا المجهود وتعطون هذا العطاء فوق شغلكم الأساسي. أول شيء، أنت لو ذهبت لمجمع التربية السمعية تشعرين أننا أسرة واحدة، الطالبات، المعلمات، الإداريات، إدارة المدرسة، العاملات، كل شيء أسرة واحد، تشعرين بجو من الاطمئنان النفسي والحب، راحة نفسية لا متناهية. هذا كله ينعكس في جواب خلينا نحن عندكم ونيكم. أهلا وسهلا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا. احنا نبني أشياء كذي وأماكن كذي طاقتها حلوة. أهلا وسهلا والله، تشرفونا. يكون هذا المجال تشعرين بالانتماء للمكان، قبل كل شيء أنت تنتمين لهذا المكان، عندما تنتمين له تقدمين بإخلاص بكل حب، تحاولين لا نكف عن المحاولة في تقديم أي مساعدة، أي عمل، أي جهد، وكان في تعاون طبعا من كل الأطراف في المدرسة لحتى قمنا بهذه الفعاليات كامل. ما شاء الله. وكيف شفتوا الثمرة أو النتيجة؟ والله أرى الثمرة والنتيجة جيدة، يعني نحن حققنا أشواط متقدمة في هذا الموضوع. يعني نحن مثلا قدمنا العام الماضي في فترة كورونا، كان كل التعلم عن بعد، طلابنا لا يفهمون فيديوهات الوزارة، لا يسمعون، كيف سنقدم لهم تعليما؟ قمنا بترجمة المنهج الدراسي بلغة الإشارة، قدمنا لهم كما عملت الوزارة، عملنا نحن، قدمنا لهم المادة التعليمية لكل المواد، المادة العلمية بلغة الإشارة بأسلوب مبسط، قدمنا لهم كل ما نستطيع، تكييف المناهج، تكييف معايير المناهج، تقليل الصعوبات، استحضار فيديوهات تعليمية عن مهارة الاستماع باللغة العربية واللغة الإنجليزية. لا يسمعون، نجهز لهم فيديوهات، أحياناً نضطر ترجمتها وأحياناً نحضرها من وسائل التواصل. لدينا بحث وعمل دؤوب مستمر لا يتوقف. قاعد ذكريني بشغلة وبفئة معينة اللي هم الطلاب في الجامعة،
يوم احنا نكون صغار نقول يعني في المدرسه نقول نبي نتخصص في الجامعه هذا التخصص، انا تخصصت اداره، انت تخصصت لغه عربيه، نقول عادي بنطلع بنشتغل. بس الحياه تعطينا تحديات كثيره، تدمجنا بتحديات كثيره. يعني انت يوم قررتي تشتغلين كنتي معلمه لغه عربيه صحيح؟ صحيح. فجاه تغير مسار، صار يعني مساري بنفس الوقت مدرسة لغة إشارة، فجأة ياتكم الكورونا، ياتنا كلنا يعني، بس التحدي عندكم صار أصعب، صرتوا تدخلون التكنولوجيا في الموضوع، واضطريتوا تشتغلون أكثر عشان تترجمون هذه المناهج. يعني التحديات اللي قاعد تمرون فيها للأمانة احنا ممتنين لكل الجهود اللي أنتوا قمتوا فيها، وأنا متأكدة أن راح تسوون أكثر. بس شعورك وأنت قاعد تخوضين هذه الحياة الجميلة والتحديات مع فئة جميلة مثل هذه الفئة، أنا متأكدة أن روحهم نظيفة وجميلة وطاهرة وإلا ما يأثرون عليك. صحيح، أنت بتتعاملي مع فئة نقية. صحيح. فئة لم تتلوث بتلوثات المجتمع، بالآفات المنتشرة في المجتمع، تستطيعين تعامل معهم بمنتهى الهدوء والرقي، يتقبلون منا كل كلام. نحن الوسيلة التعليمية تعتبر الغالبة على تعليمهم، لا يستطيعون تلقي معلوماتهم من المجتمع، وأهلهم لديهم قصور في أغلب الأحيان في لغة الإشارة، إنهم لا ينطقون بالعربية ولا بلغة الإشارة. نحن المصدر الوحيد لتلقينهم المعلومات، القيم، الأخلاق، كل شيء. نحن نشعر أننا ملتزمين أمامهم، نشعر بمسؤوليتنا الكاملة تجاههم. لم يفهموا الدرس نعيد الدرس مرة ثانية وثالثة ورابعة. نحن نشعر نتعامل بمكان إيجابي مع فئة طيبة، فئة نقية، فئة مخلصة، لكن فئة موهوبة في المجال البصري. يعني لديك مثلا، لدينا فنانات تشكيليات ما شاء الله. هذا إيمانكم فيهم قاعد تعطون لهالدرجة، لأنكم مؤمنين أنه يطلع منهم هذه المواهب. مؤمنين يطلع منهم، مؤمنين أنهم إنسان يتيح له فرصة على قدر المستطاع. نتيح لهذا الإنسان كامل الفرص، نجهز له كامل الأدوات حتى نتيح له الفرصة. هذا العام حاولنا رفع، كانوا مصنفين من مستوى الدعم الثالث، هذا العام حاولنا جاهدين مع وزارة التربية والتعليم في رفعهم لمستوى الدعم الثاني حتى يتم دخولهم إلى الجامعة. أنتوا في تحديات مستمرة أبلة خديجة، أنتوا فعلا في تحديات مستمرة، يعني الحوار طويل وجهودكم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني إن شاء الله جزاكم عند الله أكبر وأكبر وأكبر. هذا هو الدنيا. الأهم، نحن كل ما شعرنا نحن بالإحباط أو باليأس أو بالضغط نتوكل على الله ونقول إن شاء الله الجزاء من رب العالمين. إن شاء الله. حتى مدرساتي معي بالقسم كل ما اشتكوا من هذا الموضوع قلنا لا تنتظروا الجزاء من الناس، انتظروا من رب العالمين. نحن في مجال خيري ومجال تعليمي، يعني صحيح. نحن باستطاعتنا أن نقدم الكثير الحمد لله رب الحمد العالمين. أبلة خديجة، احنا للأسف الوقت داهمنا، كلمة أخيرة سريعة تحبين تقولينها؟ والله آخر كلمة بحب أتشكر قناة الريان وتشكر برنامج الصباح رباح باسمي واسم مجمع التربية السمعية على إتاحة هذه الفرصة لنا جميعا حتى نسلط الضوء على فئة الإعاقة السمعية وفئة ولغة الإشارة بشكل عام، حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في المجتمع، استقبال المعلومات، لأنهم المركز الوحيد لهم منهم استقبال المعلومات واستقبال القيم واستقبال كل شيء. لو كل المجتمع استطاع، ليست لغة معقدة، لغة بسيطة، لغة طبيعية، أن يتقنها بشكل مبسط، نستطيع أن نفتح لهم أبواب كثيرة. ونتمنى أن يدخل طلابنا في الجامعة ويتم قبولهم إن شاء الله، وهذه هي أهدافنا المستقبلية بإذن الله. شكرا أبلة خديجة. شكراً. شكراً لك، وشرفت بوجودي معكم، شكراً جزيلاً. وإحنا سعيدين بوجود أستاذة خديجة أو أبلغت خديجة قدور، منسقة اللغة العربية في مجمع التربية السمعية. للأمان إحنا نشكركم كلكم على جهودكم، يمكن اللي تمثلكم اليوم أبلة خديجة، لكن إحنا فعلاً أنا والمجتمع وقناة ريان كلنا نشكركم على هذه الجهود. وإحنا نتمنى أن إحنا نعطي مو بس الطالبات اللي سويتوا لهم هذه الفعالية، حتى في ناس في المجتمع حابين أنهم يخوضون مثل هذه الفعاليات ويعرفون حتى لو الأساسيات، حتى نتفاعل مع عيالنا من هذه الفئة. الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا خلونا نترككم الحين مع بعض القرارات اللي حدثت في مثل هذا اليوم، لنعود.
حدث في مثل هذا اليوم 12 من مايو أيار. في مثل هذا اليوم من عام 1641 اكتشف المستكشف الهولندي أبل تاسمان نيوزيلندا، وكانت له الكثير من الرحلات حول العالم، منها رحلة شمال شرق الهادئ، وقد وصل إلى جزر الهند الشرقية وإلى القارة الأسترالية. وفي مثله من عام 1974 احتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للتمريض، في اليوم الذي وافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث، ويحتفل بهذا اليوم كل عام تقديراً للممرضين الذين يساعدون الأفراد على الارتقاء بصحتهم أو استعادة صحتهم في حالة المرض. وصلنا معكم الحين مشاهدينا الفقرة تواصل الاجتماعي، وسؤالنا لليوم هو ما هي أفضل نصيحة تلقيتها؟ خلونا نشوف إجاباتكم. عندنا أول إجابة، أول إجابة شنو عندنا؟ عندنا المحافظة على الصلاة. الله، هاي موضوع شي رأس قلم، نبي نصيحة شي. بعد فعلا المحافظة على الصلاة هي شيء وايد حلو، الارتباط بالخالق نحتاجه بشكل يومي حتى نفرغ أي شيء سلبي فينا. عندنا أيضا مفتاح السعادة بيدك، كل واحد يعني يمكن عنده مفتاحه بروحه، ممكن لازم واحد يكون عارف نفسه وعارف شو اللي يسعده. عندنا ايضا ان لا اصدق الا ما ترى عيني وتسمع اذونك، لان حتى العين مو بشرط تكون هي الاساس. هذه كانت اخر واحده، خلونا ننتقل الى هاشتاج نصيحه. نصيحتنا اليوم او من الهاشتاجات نصيحه: مهما كان حجم خبرتك وعلمك ومهما كان موقعك وجهة نظرك، احرص على عدم الاستعجال بالحكم على الأمور، واعطي الآخرين الفرصة لتوضيح مقاصدهم. يا زينها من نصيحة، والله ثمينة ثمينة ونحتاجها بمجتمعنا. قبل كانت الحياة بسيطة، ما كان فيها هذه الارتباطات أو حتى العلاقات، سواء بالعمل أو حتى بالعيلة، كان كل شيء بسيط وبيسك. أما الحين لا، صارت التخصصات تدش في بعضها، الشغل يدش في بعضها، الأهل يدشون في بعضها، العلاقات كلها، ففي زوايا كثيرة أكثر حتى من زاويتين ممكن إحنا ما نشوفها، فلازم نعطي الناس فرصة عشان يبينون لنا شنو زاويتهم. عندنا أيضا نصيحة الثانية والأخيرة هي: أعد بناء نفسك في حال لم تعجبك النتائج، لا تتذمر من الواقع، هذه المحاولة وحدها حياة جديدة، وهذه النصيحة وحدها هي يعني طاقة إيجابية ويعني تفاعل، تفاعل بإذن الله. فعلا الواحد لازم يغير من نفسه إذا ما تشوف أن الواقع يناسبه. خلونا مشاهدينا الحين ننتقل لموضوع آخر، ويحتاج الطفل إلى أو في مراحله العمرية الأولى إلى اكتساب العديد من المهارات، وهنا يأتي دور الأب والأم في تنمية سبل التفكير والإبداع. هناك طرق عديدة تساعد على تنمية مهارات التفكير عند الأطفال، التقرير التالي راح يتكلم عن هذا السياق، خلونا نشوفه مع بعض. يسعى الأهل وأولياء الأمور دائماً لتقديم ما هو أفضل لأبنائهم لكي يصبحوا أكثر انتباهاً وفطنة، وذلك من خلال تطوير ذكائهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والحياتية في مرحلة عمرية مبكرة. وهنا نقدم عدداً من النصائح لتحقيق هذه الغاية. تطوير حاسة اللمس لدى الطفل في تعلم الحروف مثلاً، تنمية الحس الحركي من خلال ألعاب مختلفة كالصلصال وألعاب التركيب والأشغال اليدوية البسيطة، تنمية الذكاء البصري كتعليمه بعض الحركات البهلوانية، التقليل من مشاهدة التلفزيون واللوحات الرقمية لأنها تنقص مستوى الذكاء لدى الأطفال، الحرص على قراءة القصص الممتعة التي تحث على تعلم أهداف جديدة، التغذية السليمة للطفل والابتعاد عن الأكل المصنع.
إشراك الطفل في ألعاب التخمين لتنمية مهارات الإدراك عنده، إشراكه في الأعمال المنزلية البسيطة ليتعلم العمل الجماعي والاستقلالية، فالطفل الصغير كالعجينة التي يمكن تشكيلها وفق البيئة التي يوضع فيها. لذلك يعد الاهتمام بالطفل في هذه المرحلة خطوة مهمة في رحلة تعليمه الطويلة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير اللطيف الجميل، وراح نستمر في أشياء تخص الأطفال ممكن احنا نحبها بعد، من تنمية مهارات الأطفال إلى مهارة فن الكروشيه، حيث يعتبر هواية جميلة مميزة يمكن أن من خلالها صنع خيوط الصوف والحصول على قطع جميلة جدا، سواء قطع خاصة بالمفروشات أو حتى الملابس أو حتى ألعاب اليهال. هاي الهواية الجميلة معنا المصممة اليوم الأستاذة خديجة الصايغ، راح تكلمنا عن هذه الهواية الجميلة. خديجة صباح الخير. صباح النور حبيبتي، شخبارك؟ الحمد لله. اليوم موضوعك أنت لامستيني، لأن الكروشيه كان جزء من طفولتي للأمانة. كلمينا عن هذه الهواية. والله هاي الهواية كنت أشوفها في التلفزيون وحبيت أني أتعلمها، ما شاء الله، وعلمتني مرت خالي، وعقبها حبيت أني أنمي، ما بغيت أني أنا أسوي بس مفارش أو فساتين أو، فصرت أدخل ورشات وأدخل مع بنات يعني في جروبات عشان أسوي ألعاب. وايد حلو، يعني أنا قاعدة أطالع هذه الأشياء بتفاصيل، وأنا الأمانة عارف الغرض الرئيسية. كيف قدرت تنمين موهبتك أو كم خدت لما وصلت للدمى هذه الحلوة؟ الحين أنا يعني قولي من 2011 أنا شفت ما أتعلم وكنت أسوي وكنت أحب أني أغير. يعني هاي الدمى لها يعني أنك لازم تأخذين لها إبرة خاصة أصغر مش أكبر، إذا بغيتي تسوين دمية أكبر لازم تأخذين إبرة أكبر، بس أنا قلت أبي أتعلم شوي شوي، فكنت أتعلم يعني البترون أخذه أو أتعلمه من الورشة. طبعاً في له رموز طبعاً، فتشوفينه فيه بالتركي أو بالكوري، يعني هذيل الدول اللي هي أكثر شيء تعتمد على الكروشيه وتسوي. بس الرمز يكون غالباً الغرزة نفسها أو الشكل، صح؟ إيه، أو ينكتب لك يعني هو الرمز وشنو بتسوين، لأن عقبها لما تيم بتبتدين من البداية أنك تسوين سلسلة وتسوين الغرزة، فعشان شي صح. فأنا حطت لي برنامج بعد يترجم لي البترونات. حلو. طيب أنا قاعدة مسكت واحدة من الأشياء الحلوة اللي أنت قاعد تسوينها، يعني كواليتي للأمانة للي ممكن يعرف حتى لو أبسط غرز الكروشيه بيعرف انه ما شاء الله تبارك الرحمن كواليتي نظيف ومرتب وشاد على نفسه الغرز. يعني انا احب اني اسوي مرتب اصلا، يعني حلو، يعني إيه. عندك الهدف انه يكون مرتب. ايش كم خذتي لما توصلين هالكواليتي؟ يعني خذ لي يمكن حدود الشهرين، لانه اوريدي انا عارف الغرزات صحيح، بس لان انا ارص عليها واحب انه يكون ثابت وشي، فيعني خذيت حدود شهرين. لما انت تحبين ترصين؟ إيه؟ انا احب، بس كانوا يقولوا لي غلط. لا عادي، الحمد لله انا في حد نفسي لان مشدوده تبارك الرحمن. اي لا انا احبها ان تكون مشدوده عشان تطلع الغرز ثابته، يعني ما تكون واحده اكبر او واحده مرتخيه طايحه. حلو. طيب انت جايبت لنا اليوم شيء وراح تكملينه معنا. طيب ايش رايك تكملينه واحنا نسولف؟ اوكي ولا يهمك. انا بكمل الدميه يعني. ايه ما شاء الله. مثل ما سويت هذه. هذه شنو؟ تقدرين تتكلمين وانت تسوين؟ اي هذه عندي الدرقه الحلوه اشيلها لكم. هذه الدميه انا مسويتها هي المحجبه، طبعا ماخذه بترون تركي. ما شاء الله. فهي نفس اللي الحين قاعده اسويها. تركيه محجبه تركيه صح؟ يعني حتى لبسهم ممكن يكون تركي. فهي يعني إسلامي نقول. ما شاء الله. أنا حبيت إن هي ما يكون لبسها أسود، يكون أزرق مختلف. أيوة مختلف. سوي لنا واحدة شيلة وبعباية إن شاء الله خديجة. أنا مسويت لكم شيء هني اللي هو تعويذة كأس العالم. أيوة. الله لعيب. أيوة ما أدري إذا يبين عندكم، بس ما ضبط عادل يعني. هي صغيرة لعيب لعيب صح؟ لعيب. أيوة. عيون وحلج وغترة، هو يطير يفترض المفروض. وايد حلوة هذه الأشياء خديجة، أبي أعرف تفاعل المجتمع معك، يعني كبار وصغار للأمانة أنا أحب هالأشياء، فأكيد بنياتنا الصغار يحبون فيهم روح إنهم يبون يتعلمون. أنا سويت ورشة بس عائلية يعني،
عيال بنت خالتي بناتها يحبون أن يتعلمون فسوي لهم ورشة. حلو. فلاحظت أنهم يبون، وفي يعني بنت أختي وولد أختي أسوي لهم الألعاب مثل هالدبدوب والأرنب. الله. يعني سويت لهم أرنب وسويت لهم أشياء. كم تأخذين على الدمية الوحدة؟ أخذ عليها أسبوع الحين صرت. حلو. يعني اللي بيدش خدتي عليها تقريبا 5 أيام؟ إي بس أنا أول شيء أسويهم مفرقين، يعني مثل ما تشوفين هني اليد بروحها والريل بروحها، وأحشيها وعقب أحط فيها سلك السيم. إي السلك عشان يخلي اللعبة مثل ما تشوفينها تقدر تتحرك يمين يسار، يعني الياهل يقدر يحرك اليد يقدر يحرك الريل. أنا مستمتعة للأمانة على هذه الأشياء. دام إن خديجة قاعدة تسوي خلوني أسالف لكم شوية عن طفولتي. نفس ما خديجة بالضبط أنت تعلمتي أنا تعلمت. أمهاتنا الكبار يدتي ممعودة الله يحفظها هي علمت خالاتي فخالاتي علموني، بهالطريقة قاعد نتوارث مثل هذه الصناعات أو الحرفة الجميلة. صحيح. بس كلميني عن المجتمع الخارجي خديجة، يعني هل قدرتي تطلعين؟ هل حاولتي تنشرين الكروشيه برا؟ هل شفتي ان في ناس يبون تتعلمينهم؟ والله يعني اذا بتقولين عن المجتمع الخارجي، انا كنت فتره من الفترات في لندن، واللي لاحظت ان يعني هم مستغربين ان انت كبنت عربيه او خليجيه ان انت تعرفين تسوين الكروشيه وقاعده مستمتعه انك تسوين. ففي تسوين كروشيه برا؟ فأتذكر في واحدة كانت جارتنا كويتية الله يحفظها، يعني كانت تقول لي أبي تسوي لي يعني مفرش صغير حق بيبي حق بنتي. حلو. فقلت لها إن شاء الله، فهي مسكينة يعني تعنت وجابت لي الماتيريال وكل شيء وهاي وسويت لها. وانتي بعد مسكينة سويتي لها الهاي. أحلى شيء أحلى شيء الكروشيه يكون مع البيبيات. صح. لما الوحدة تحمل على طول تبدأ تشتغل على الكروشيه عشان تسوي سواء مثل ما انت تجهزين او حتى كبوس، يعني انت بتجهزين اللي بتروحين عند الخياط وبتقولي له سوي لي مهاد، انت تجهزينه بالكروشيه تحسين انه مسويه انجاز. صحيح. شنو احلى شيء تحبينه في الكروشيه؟ والله احلى شيء انه هو يودي التوتر. حلو. ويودي يعني يخليك تركزين بدرجه وايد عاليه مع كل غرزة وتعدين. طبعا العدد هاي شيء حلو انك لازم تزيدين تكوني مركزة. إيه؟ لازم تكوني مركزة الكروشيه، اذا غرزة واحدة فرطت يخترب معك خلاص. ولو لازم تفتحينه من اول وجديد يعني. صح. فالكروشيه وايد يعني حبيتها الحين بزيادة لان قاعدة اسوي العاب ميداليات، فهالاشياء صايرة تخليني بزيادة يعني ابي اتعلم اشياء وايد. حلو. وحس لي الحين يعني ما تعلمت. ما شاء الله عليك خديجة، يعني تفاصيل تفاصيل، مسيت لنا جوتي، مسيت لنا فستان، مسيت لنا شعر، وتسوي لنا مفارش. شنو أكثر شيء تحبين تسوينه؟ مفارش. الله. يعني سويتي كذا مفارش؟ اي سويت حق أختي حق ولدها في ولادتها يعني، وكان يعني حق يا بنت أو ولد يعني عادي. طيب شفت سويت حاولتي تدشين في حرفه ثانيه ولا هذه اكثر واحده ركزتي عليها؟ لا هاي اكثر شيء. حلو. مع ان احب اني ارد اتعلم مره ثانيه الخياطه. الخياطه دائما الحرف اليدويه تاخذ بعضها. أي. الواحد يصير يبي يتوسع فيها افقيا بدل ما هو يركز بعد. بس حلو ان انت وايد ركزتي من 2011 لين الحين، صار لنا 11 سنه مركزين على هذا التخصص، وما شاء الله تبارك الرحمن الغرزه نظيفه وجميله والمنتج حلو. والكروشيه بس عشان يعني تكونون بعين الاعتبار، الكروشيه يتم لكم العمر، يعني طول ما هو ما فتحته وما صار شيء حتى لو فتحت غرزه بيحافظ على نفسه. صحيح. فهذه الاشياء تكون يعني تحافظون عليها عمر، فلما تعطون بيبياتكم يكبرون معاها خلاص يتم عليك مع كذا بيبي. صح؟ صح صح. شكرا لك خديجه الصايغ على هذه يعني الروح الجميلة، الموضوع الجميل اللطيف الخفيف حق أطفالنا وحق الكبار، يعني تخلينا الكبار يسوونه إن شاء الله يستنسون وهم يطلعون طاقتهم فيه واليهال يستنسون فيه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا على وجودك معنا. العفو حبيبتي. مشاهدينا بهذا الدبدوب الكروشيه الجميل من ضيفتنا خديجة الصايغ نخليكم اليوم، ونكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة وتفاعلكم مع سؤال اليوم. سؤالنا يوم الأحد، كيف توازن بين المسؤوليات المختلفة اللي تقوم بها
بين كل شيء. نشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.